مشاهدينا رجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل. النهارده معانا طبعا فنان كبير جدا، فنان محترم جدا له باع طويل في الفن وفي الحياه بشكل عام. معانا الفنان الاستاذ القدير استاذ احسان ترك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكم بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، نورتنا النهارده واحنا سعداء جدا بلقاء حضرتك معانا. ده انا اللي سعيد والله ان انا معاكم ومع الساده المشاهدين الجمال دول. ربنا يكرمك. عايزين برضو نرحب الاستاذ ادم الصغير منور الاستوديو. يا استاذ ادم حبيبي ربنا يكرمك. ادم الظل بتاعي ده، ربنا يخليه لك يا رب. نورنا يا ادم. الله ينور، الله يبارك فيك. طبعا احنا النهارده حضرتك طبعا احنا نولنا شرف تواجدنا مع حضرتك. لا بالعكس يا ابني، والله حاجه كبيره بالنسبه لي انا على مستوى الشخصي الحقيقه، واكيد طبعا الاجهاد. ربنا يخليك، شكرا. احنا طبعا عايزين نسال حضرتك ايه اخر اعمالك الفنيه في الفتره الاخيره؟ هو اخر اعمالي الفنيه بالنسبه للفيديو كان مسلسل مملكه الغجر رمضان اللي فات، مش ده، انما رمضان اللي فات ده كنت الحمد لله يعني ماليش اي حاجه. الحاجات اللي حضرتك عملتها قبل كده يعني، لكن حاليا انا معايا فيلم اسمه جبروت ابناء. ده طبعا قصه وسيناريو وحوار، عفوا سيناريو وحوار الاستاذ رمضان ابو طعيمه، وانتاج شيخون فيلم طبعا الفنان هاني شيخون، وانا موجود معاهم ومعانا مجموعه كبيره جدا من الساده الفنانين. ومعايا طبعا بالنسبه للمسرح اللي هو عشقي يعني، معايا حد قصه اسمها المزار، وهي بتحكي برضو عن الشهداء وما الشهداء وحاجات كده يعني. دي طبعا اخراج الاستاذ ايهاب نعمان، وفيها مجموعه جميله جدا من الابطال، بس انا مش قادر اتكلم على اي نجم معانا لان انا الوحيد اللي مضيت ولسه بقيت النجوم ما مضوش، مش رسمي يعني، فمش طب ما اقدرش اجيب سيره حد. تمام. عايزين نعرف بقى من حضرتك ايه النجوم، مين النجوم اللي حضرتك بتحب تشتغل معاهم جدا وبتحس ان في كيمياء كده ما بينكم؟ بصي، هو انا ما فيش نجم ما بحبش اشتغل معاه، بدايه طبعا من الزعيم الله يشفيه ويديله الف صحه وعافيه يا رب، الاستاذ عادل امام. وانزلي بقى طبعا بعد كده معانا الاستاذه سميره احمد، الاستاذه يسرى، احمد السقا، احمد، يعني كل دول زملاء واخوات وابناء وكل حاجه يعني، ونجوم محترمه جدا يعني جدا. افضل فيلم اشتغلت فيه مع عادل امام، حضرتك ليك اكتر من 30 فيلم واكتر من مسلسل. يعني في الكواليس قبل حلقه حضرتك قلت لي ان عادل امام ممثل يعني استقبلك استقبال كان جميل جدا جدا. قول لي ايه افضل فيلم حضرتك اشتغلت فيه معاه؟ هو بص، ده بناء على كلام الاستاذ عادل امام شخصيا. فيلم مرجان احمد مرجان. كان فيلم عظيم. ده كان بالنسبه لي فيلم جميل جدا جدا. هو حقق نجاح كبير جدا. ده كان بالنسبه لي فيلم جميل جدا جدا. وكانت مشاهدي معاه يعني، انا مش هقول لك ده وده، انا لو طلعت في شوت يعني اتخن ممثل لو طلع في شوت قدام الزعيم فهي كافيه قوي. طبعا. انا عامل معاه مشاهد حلوه. وطبعا في عريس من جهه امنيه كنت عامل مشاهد جميله قوي، بس ما كانش ليا الشرف ان انا اشتغلت كتير مع الاستاذ عادل في عريس من جهه امنيه غير مشهد واحد بتاع الفرح، لكن بقيه المشاهد كانت مش معايا هو يعني. مش مع حضرتك يعني. طب احنا يعني حضرتك طبعا كلنا في البيت وقت الحظر، كنا في البيت. ايوه. وقت الحظر تحديدا كلنا في البيت. خليك في البيت طيب. طبعا خليك في البيت. حضرتك يعني قضيت الوقت ده ازاي؟ في ظل مفيش خروج، مفيش سينما، مفيش شغل، حضرتك قضيت ده كله ازاي؟ بص انا هقول لك حاجه. انا اولا عندي 7000 سنه، عمري 7000 سنه. انا مش من الناس اللي هي بتقعد على قهوه وما بعرفش العب طاوله او كوتشينه او دومنه، ما بعرفش العب دومنه. ادم بيعرف يلعب. ادم لكن انا لا. ايوه. والله بجد صحيح يعني. فانا يعني ايه، انا راجل بيتوتي. احب ابقى ايه؟ تحب قاعد في البيت يعني. انا بعبد ربنا سبحانه وتعالى ثم بعشق شغلي. يخلص شغلي بروح على البيت، اروح بقى اقعد بقى مثلا اتبل اللحمه واشويها، اعمل اكل بقى. بتحب تدخل المطبخ؟ انا بص حاجة. انا اصل انا عشت في غربه كتير يعني، واشتغلت في عده شغلات في عده اعمال يعني، فكان من ضمنها المطبخ. فالمطبخ الايطالي هتلاقيني بشتغل فيه، المطبخ الفرنسي هتلاقيني بشتغل فيه، ده غير طبعا مطبخنا الشرقي طبعًا يعني المصري. فانا غاوي الحاجات دي، في حاجات انت يعني المدام في البيت ما تعرفش تعملها، بس حضرتك عندك خبره كفايه تعرف تعملها. وطلعت طعمها حلو. طب احنا بقى المفروض نيجي نتعزم في يوم عند حضرتك. يلا تشرفوني. ربنا يكرمك يا رب. حضرتك بقى قول لنا، في مره اشتغلت فيها في دور وكنت مش راضي عنه خالص؟ لا ولا مره. لا، لان انا يعني انا ايه، عفوا، حتى يمكن ما بقراش الدور قوي
يعني انا مش من ممثلين تقول لك انا عايز الورق عشان اقرا الشخصيه واعيش واتقمص، لا انا بعيش واتقمص المشهد وانا داخل اصوره. الكلام اللي موجود في المشهد انا بعيشه اون تايم. يعني حضرتك بترتجل في المشهد ولا بتاخد نبذه عنه وتخش تنفذ بطبيعتك؟ لا انا ما هو بص ترتجل ارتجال وتضيع المشهد لا يعني ما هو انا بقول لحضرتك تاخد نبذه عن الموضوع افهم الموضوع وتخش بتكمل بخش بقى اشتغل يعني. تمام. حضرتك طبعا الكورونا انت عارف ان هي فيها عامله ازمات كتير قوي. والله انا زعلان قوي على الكورونا لان الكورونا كانت على ايامنا احنا واحنا صغيرين كده كانت شوكولاته وحاجات كده. كانت مكرونه يا ادم. طب ودلوقتي بقت فيروس. انت منورنا يا ادم النهارده وخلي الحلقه كده ليها حاجه جميله. منورنا يا ادم بجد والله. قول لنا يا ادم انت بتعمل ايه في الكورونا بقى؟ بتستغل وقتك بس بقى علي صوتك بقى سمع المشاهدين. على الموبايل. على الموبايل؟ طب يعني مش بتعمل اي حاجه كده ثانيه خالص؟ خالص؟ بلعب مع اصحابي. بس بتلعب مع اصحابك بتنزل تجمعات يعني؟ لا لا ولا بتلعب على ببجي على الموبايل؟ ببجي على الموبايل. ببجي على الموبايل. هو النت عندي ما بيقعدش في البيت اسبوع يعني. كفايه على عند المصريين كلهم. طب حضرتك طبعا في خبر امبارح للاسف كان مؤسف جدا في الزقازيق محافظه الشرقيه. الحقيقه طبعا هو كان خبر ان في راجل زوجته كان عندها كورونا غلب على حسب كلامه غلب في علاجها فقام بإلقائها من الدور الخامس. طب يعني حضرتك رايك ايه في الراجل ده؟ يعني انا مش فاهم اقول الحقيقه. بص يا عمنا هو غلب في علاجها مش بايده. هو مش طبيب عشان يقول الكلمه دي اولا واخيرا يعني. ربنا هو اللي بيبلي الواحد. ما في الكورونا ماليه الدنيا والافات مؤلفه من الناس في الشوارع ماشيه مش كلها بتتصاب. لان ما لا قل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ونعم بالله. بس كون ان هو يعني يخش في مرحلة محاولة قتل أو قتل مع سبق الإصرار الطعام أنا بعتبره كده. ده قتل مع سبق الإصرار. الست عايشة لكن حاليا هي عندها شلل جالها شلل ده حاليا عايشة. هي عايشة حاليا بعد ما رماها. بس عندها شلل نصفي. طيب فيعني هو كده أنهى حياتها تقريبا. برضه لو بصينا للموضوع ده هنلاقي إن دي حاجة بترجع لعدم الإنسانية وعدم الرحمة. أيوه ما خدي بالك إحنا في عصر إحنا طبعا مش هنقول زمن عشان الزمن هو الله ما نقدرش نتكلم بس احنا في عصر النهارده الماديات لعبت دور والنفسيات والنفسيه لعبت دور والتربيه لعبت دور تاني فدي حاجات كلها يعني بنود حطيها تحت بعض كده او جنب بعض هتوصلي النتيجة للعلمك بايخه قوي قوي قوي. عايزين حضرتك من خلال برنامجنا النهارده توجه رساله لكل المشاهدين اللي بيشوفونا كل الحد منعدم الانسانيه او الرحمه من جواه تقول له ايه؟ بصي يا انت اسمك ايه؟ جهاد. 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 بصي يا جهاد اولا الرحمه دي اسم من اسماء الله الرحيم. انا مش هشبه البني ادم ولا الانسان مننا بربنا سبحانه وتعالى بس الرحمه هي صفه موجوده فينا ربنا خلقها فينا بتيجي بقى بعد كده ايه الدور بتاعنا في الحياه التربيه المدرسه العلاقات مع الاصدقاء الى اخره فاهمه ازاي من هنا بقى يا اما الرحمه دي بتتولد وتكبر يا اما بتنكمش ويبقى الانسان مننا ما عندوش رحمه. بالظبط. حضرتك طبعا شفنا في الفتره الاخيره اخبار يعني مؤسفه جدا بسبب الكورونا وكانت ابرزها احنا طبعا سيبك من الزوج اللي رمى مراته طب دي مراته ممكن يبيع العشره عادي لكن ابناء يتركوا اهاليهم مصابين بكورونا ويسيبوهم في فتره تعبهم وما يسيبوا امهم وهي مريضه او والدهم. فالحقيقه يعني موضوع كان مؤسف. كان في قصه منتشره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي الفتره اللي فاتت ان ام اصيبت بكورونا فاولادها سابوها وادوا المفتاح بتاع الشقه للجيران عشان لو حد عايز يتولاها. ومين بقى اللي تولاها وغسلها ودفنها؟ في واحد من الجيران. أيوة. جاب بدله وقائيه بس يا ادم وجاب كمامه وقعد معاها وكان بياكلها وبيشربها وبيتولى علاجها. هل بقى جاله كورونا؟ ما جالوش كورونا. هنقول ايه اصل كان لابس بدله واقيه. طب ما في دكاتره كتير كانوا لابسين البدل الواقيه و76 او 83 حاله وفاه من الاطباء والممرضين. هو ربنا هو اللي الاطباء لا غير الممرضين. اطباء وممرضين عفوا الرقم ده اطباء. تمام. خدت بالك زي ما بقول لك العمر اللي كاتبه ربنا سبحانه وتعالى. لكن حضرتك انا قصدي ما هو العمر طبعا بايد الله والمرض بايد الله والشفاء بايد الله لكن يعني انا اترك والدي او والدتي اللي رباني وصرفوا عليا في مرض زي ده ايا كان المرض بقى وامشي يعني حضرتك انا استحق لقب ان ده والدي؟ ما هو ده جحود. جحود ده جحود. هو ما عرفش ان في يوم ما ابوه ده او امه دول هيتحاسبوا قدام ربنا سبحانه وتعالى
انهم ربوه تربيه مش كويسه، انهم ما علموهوش الرحمه، انهم ما علموهوش الحنيه بالبلدي كده خلينا نتكلمها. ابوه وامه هيتحاسبوا على كده، وكان حسابهم وعقابهم ايه؟ ان هم سابوا امهم او ابوهم لناس غرب يرعوهم زي ما الغريب جاب بدله واقيه ومش عارف ايه ودخل عالج الست او كان بيراعي الست. انت مش عيب ولا حرام انك تجيب بدله زي كده وتراعي امك او ابوك؟ بالزبط. ده امك وابوك اللي ما فيش غيرهم في الدنيا بعد كده. الفتره اللي فاتت احنا شفنا قد ايه ترويج الاشاعات ده بقى حاجه كبيره جدا، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. شفت ايه؟ ترويج الاشاعات. عايزين نعرف بقى من حضرتك ايه رايك في الموضوع ده، خصوصا اما شفنا موضوع الفنان محمد اسامه وشفنا موضوع ماما سناء والهجوم الشديد اللي اتعرض ليه اولادهم بسبب ان هم اتهموا ان الابن هو اللي اهمل في امه. محمد اسامه اس بتاع مسرح مصر طبعا. يعني ما كانش ابنه عنده كورونا. ايوه. وعلى حسب الكلام اللي اتقال ان ابنه وقع من السرير او من ايد حد او دي اشاعات بقى، دي الاشاعات اللي طلعت. لكن هو توفى بيه اصلا الولد، هو زي ما بالظبط مات موته طبيعيه. فهي دي اشاعات حضرتك؟ يعني انا عايز افهم ليه الناس بتختلق هذه الاشاعات على واحد، معلش يعني اس هو ممثل مسرحي يا بيه. انت ليك صفحه على الفيس اكيد طبعا، ومكتوب فيها اسمك جمال او الاستاذ عبد المنعم. تمام صح. فانت عاوز تنزل بوست وتكبر اكبر وتجمع اكبر كم او عدد ممكن من الكومنتس والشير. وده بيقعد يتباهى. ده انا نزلت بوست النهارده وبص جالي 300 كومنت وجالي مثلا 500 لايك وبتاع. ده كلام فارغ. واصلا انا يعني انا عندي صفحه على الفيس وكل حاجه، بس راجل بسيط جدا. انا بخش مثلا ابارك لواحد زيك، اعزي واحد لا قدر الله عنده حاله وفاه كده يعني، عارف ازاي؟ لكن اخش واتبحر في مسائل الناس الشخصيه، خصوصا بالزبط. ان هم في الوقت ده بيكونوا محتاجين كلمه طيبه. يعني انت لما بيجي واحد يقول لك ايه، والدي ووالدتي توفى او والدي توفى ارجو الدعاء له، انت بتقول له ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، والناس هي كده هتدعي اصلا. هي يعني انت بتبقى يعني احنا اتعلمنا كده، ما اعرفش انتوا بقى الجيل بتاعكم ايه. احنا اتعلمنا كده. لا لسه اللي انا هقوله غير. اتفضل يا فندم. يعني انا كنت صغير ببقى في ايد والدي رايحين مثلا الشركه عند والدي، او في ايد والدتي رايحين اي مشوار، ونلاقي جنازه ماشيه، كان يقف والدي او والدتي يقول لك اشهد ان لا اله الا الله محمد. انت بتعمل ايه يا بابا او بتعمل ايه يا ماما؟ يا بابا لما يكون في جنازه ماشيه صندوق زي ده تقف وتقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله. احتراما لقداسيه الجنازه المعديه. انت لما بتبقى في جامع ومصلي الجمعه بالذات وتيجي خارج والمؤذن او عفوا الامام يقول لك يا جماعه في صلاه جنازه بعد صلاه الجمعه، انت بتقف عشان تصلي الجنازه ليه؟ هو كان اخويا ولا ابويا ولا عمي ولا لا بالزبط. بس لقدسيه لقاء الله. تمام فاهم. سوري انا اسف، لرهبه لقاء الله. ثانيا لقدسيه الجنازه. طب احنا معانا مداخله تليفونيه. معانا مين يا جماعه؟ رنا من القاهره. الو. اهلا مساء الخير. مساء النور. مساء النور. منورين الشاشه والله، وعايز اشكر الممثل الكبير المعروف الاستاذ احسان. ربنا يخليك يا رب، شكرا جزيلا. انا من معجبينك حضرتك جدا، وبحبك جدا، وبحب كل افلامك ومسلسلاتك قصدي، وحضرتك غني عن التعريف. انا مبسوطه جدا ان انا شفت حضرتك مع الاستاذه جهاد والاستاذ عبد المنعم والله. ربنا يخليك يا رب، واتمنى كده يا ربنا يجمعنا على خير معاكم كلكم ان شاء الله. كنت عايزه بس ادخل واعلق تعليق بسيط بس. انا كنت ساكنه في المرج وما زلت ساكنه. عايزه اقول لحضرتك كان في شقه جنبنا ست كبيره عندها حاجه و50، وفي واحد ابنها عايش معاها في الشقه، كانت بتتعب كل شويه. طبعا راحوا ودوها للدكتور، قالوا لازم نعمل مسحه ولازم نعمل تقارير وفحص ودم وحاجات كده. فلما عملت الكلام ده طلع عندها الكورونا ايجابي. فطبعا ابنها طبعا عرف فزعل، ما روحش معاها، سابها في المستشفى ومشي، ما روحش معاها، لان هو اصلا الدكتور قال له خدها عالجها في البيت واعمل لها حجر صحي، قال له لا. والست دي فعلا هي بعد كده مشيت من المستشفى، لان هم ما كانوش قابلينها او مش عايزينها، مشيت في الشارع لوحدها. لحظه يا فندم. وبعد كده رجعوها البيت. يا فندم لو سمحت. في البيت سابها في الشقه لوحدها وهو مشي، ما حدش عارف له اي حاجه. لو سمحت يا فندم، ازاي في المستشفى سابوها او قالوا لها امشي؟
يعني نرجع كلام حضرتك. على اساس ان هو يعمل لها حجر صحي في البيت ويهتم بيها. يعني هي مشيت على مسؤوليتها ان هي تتعزل في البيت. وبعدين يا فندم؟ وبعدين طبعا ابنها خاف، فلما خاف بالفعل هي روحت البيت لوحدها عادي، بس طبعا هو ما جاش في البيت معاها يغضب. يعني هي روحت لقيته مش موجود في البيت وتوفت. اتوفت بعد حوالي 15 يوم او 20 يوم تقريبا من بعد الميعاد، لان هي روحت. طبعا هو خد هدومه ومشي لما عرف انها رجعت البيت، خد هدومه ومشي. طبعا الست، طبعا ست كبيره، ودلوقتي احنا كلنا يعني مش ابنها بس، احنا كلنا بقينا خايفين من كورونا وخايفين من قرايبنا ومن حبايبنا، وابتدينا نخاف. فمحدش فينا فكر ان هو يخبط عليها ويساعدها. احنا كنا فاكرين ان ابنها تمام يعني. بنشكرك جدا يا رنا. بس لقد اللي حصل ان هي، بنشكرك يا رنا. فانا عايزه اقول ازاي ابنها يكتفها كده يعني. بنشكرك جدا. شكرا لك يا رنا. طبعا الموضوع يعني زي ما حضرتك. بص انا هقول لك على حاجه. اتفضل. انا بعذر ابنها. بس مش هسامحه. والمسامح في الاول وفي الاخر هو رب العباد طبعا. سبحانه وتعالى قصر في والدته، فاهم؟ هو قصر في والدته، فحق من حقوق والدته عليه. بعذره لان هو خاف، بس هو كان ممكن يتصرف. خاف على نفسه بس كان ممكن يتصرف فعلا، ويطلب مثلا بدله واقيه من المستشفى هتديله. للعلم يعني المستشفى هتديله 50% من الاشاعات اللي تطلع وبيتقال لك ان المستشفيات بتهمل الناس وانه 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 غلط. غلط. انا كطبيب، انا مش طبيب، بس لو انا طبيب وهجيني حاله وانا ما عنديش مكان في المستشفى، هوفوها في عزل، هعمل ايه؟ في البيت هقول له خد اعزلها في البيت، اديها دواء 1 2 3 وخد اعزلها في البيت. يعني اقدر اوفر له بروتوكول العلاج اللي يتبعه في البيت. الناس بس فاهمه ان اي مريض لا لازم يتحجز في المستشفى ويبقى ليه مكان في طب منين؟ صح، مفيش. طب منين؟ طب ما احنا تعالى يعني احنا هنخلي بالك، احنا مش عاجبنا. عارف انت القصه بتاعت جحا وحماره؟ أيوه. ركب الحمار قال لك ركبه، لما اخذ ساب الحمار قال لك الراجل المجنون مشي جنب الحمار كده. يعني ايه احنا نفس الشيء؟ الحظر عمل ايه؟ الحظر منع الكورونا؟ لا لا، الناس بالعكس، يمكن نسبه الـ المصابين بالكورونا ونسبه الوفيات زادت في فتره الحظر ال 15 20 يوم اللي فاتت دهي. بالظبط. كان في ودينا داخلين بقى على الغاء الاربع ساعات اللي هيعملوا فيهم حظر، هم بتوع بالليل اللي هو اصلا هم دول ايه هيعملوا ايه؟ ما طبيعه البلد ثلاث ارباعها نايم بالليل. بالظبط. في بعض الناس قالت او بعض المسؤولين حتى السياسيين كمان قال لك يعني نعمل عزل كامل على الاقل 10 ايام. يا ملوش لازم العزل ده كده كده الناس يعني حضرتك بتشوف الدائري مثلا العصر في ظل الحظر ده موت، ما في تكدس رهيب موت جدا. موت ده ما بيساعد على عشان عادة. التصليح اللي فيه بالظبط، والتصليح ده ما تعملش ليه بالليل والدنيا فاضيه. بالظبط. ها انت دخلت في مشكله ثانيه اهو. بالظبط. وكمان علشان الناس بتخلص مصالحها كلها قبل الحظر، فاحنا بنعمل تكدس اكتر. طيب انا بقول لك اهو. بالظبط. طبعا عايزين برضو نرجع لموضوع ماما سناء جهاد. طبعا الست دي ست قدمت كتير للشباب المصري، بنات واولاد. هي كانت يوتيوبر مشهوره جدا. لا طب استنى بس واحده واحده. اتفضل. قدمت ايه للشباب والبنات؟ نصائح. نصائح كتير كانت في فيديوهاتها بتعملها. كانت بتخلي كده الواحد ياخد السلوك الصحيح للتربيه، ولكن بطريقه مقبوله ان انا اقدر اقبلها منها. ده انتوا شفتوه؟ انا عن نفسي ما شفتش ليها الا حركات ومواقف مضحكه بينها وبين ابنها. هي اولا واخيرا ربنا يرحمها وربنا يرحم كل مريض كل متوفي. ويمن بالشفاء على كل مريض. اللهم امين. انا بالنسبه لي، بالنسبه لماما سناء، انا شفت مواقف مضحكه جدا جدا معها. اسمه حمو. بالظبط. ابنه ابنها اسمه حمو. معاه يعني فاهم ازاي؟ انا اصلا مش يعني مش بالصوره كيف ان انا قاعد اتفرج قاعد بالساعه. لا 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 لا، انت واخد كده، انت واخد بالك. نمره 2، ايه بقى الغلط في موضوعها اللي مزعلكم؟ لا ما احنا مش بنقول غلط. هقول لحضرتك على حاجه، زي ما ابنها طلع في الفيديو واتكلم قال ان الدكاتره اهملوها وان هم ما اهتموش بوالدته ومش عالجوها. طبعا هو اتكلم في فيديو 20 دقيقه، ولكن طبعا عشان يعني انت هتجيب لي مريض. هقول لحضرتك على حاجه، ده على حسب كلامه هو. ماشي. ما انا برد عليه بقى، انا برد عليه، هو مش عليك انت دلوقتي. هو لف في مامته، يعني الناس عابت عليه. ايوه. ان هو لف في مامته، ان هو اللي اهمل فيها، ان هو اهمل فيها ومش. طب هي مامته كان عندها ايه؟ ما كانش عندها كورونا. قالوا ان تحليلها. انا بقى مستشفى دلوقتي وكل الحالات اللي عندي في العزل وكورونا والمهرجان اللي احنا سامعينه وشايفينه بعينينا ده، هنتبه لمريض ممكن اي طبيب في يمكن صيدليه يديله دواء يخففه، ولا اهتم بال 200 ولا 700 800 نفر اللي عندي في المستشفى بالكورونا وبا الى اخره. أكيد. هو المشكله هنا فين؟ ان الولد خد الست وقعد يلف بيها لغايه ما روحها طلعت فين.
لكن هو في النهاية قضاء الله وهو في الأول وفي الآخر. سبق قلت واتكلمت الكلام ده في الأول وفي الآخر القضاء والقدر. أخنا ليا صديق وكان بيصرخ وعاوز يجي من كان بره مصر وجابوه وجي قعد 14 يوم في الحجر الصحي وبعد 14 يوم طلع زي الأسد وهو من فترة اتصاب بالكورونا بقاله بتاع اسبوع ولا 10 والنهارده بيتشافى وزي الفل وصوته في التليفون مش قادر اوصف له. انا لما كلمته في اول ما اتصاب بالكورونا كان مش قادر يتكلم طبيعي عشان الرئتين. قلت خلاص هو بكره مش هيطلع عليه النهار ما شاء الله ربنا يديله الصحه والعافيه. يعتبر اخ وصديق انا مش عايز اقول اسمه بس اول امبارح بالليل انا بكلمه صوته مجلجل وده حتى قاعد يهزر معايا ويضحك و وكده قال لك يحيي العظام ويرمي بس قال لك اهو كده اهو كده اهو كده. حضرتك طبعا ليك صولات وجولات في السينما وفي المسرح وفي الدراما. يعني انا والله هقول انا معجبين حضرتك حبيبي ربنا يخليك لان احنا الاجيال الصغيره دي طبعا بتستمتع لما تشوف فن بتاع حضرتك. والله النهارده بعيد عن موضوع الحلقه يا جماعه انا سعيد بدنا موجود مع قيمه وقامه فنيه كبيره زي حضرتك حبيبي ربنا يخليك. هو اسره البرنامج كلها حقيقي احنا كلنا سعداء جدا. ما تفرعناش بالدرجه لا لا بجد والله بجد احنا بنحبك جدا وعلى المستوى الشخصي بحبك جدا لان انا بحبكم صدقني. انا بحب كل بني انا راجل بسيط وبمشي على رجليا في الشارع وبخش مول وساعات كده يعني واي حد بيجي يسلم او يتصور او ياخد رقم التليفون بقول له اتفضل. يعني مش من الناس اللي شارب نشا يعني. حضرتك يعني حضرتك من الناس اه طبعا ما بتتكبرش على حد. طب انا عبد لله سبحانه وتعالى في فنانين كتير بيتغروا وخصوصا اجيال اللي من دول مالناش دعوه لحسن اجيال اللي من دول كهربا واللي وراهم ثلاثة كهربا وخليني ساكت ما تخليش لساني يطلع من بقي. طب احنا معانا مداخله الاستاذ خالد سليم مطرب. استاذ خالد سليم منين يا جماعه؟ الو ايوه اتفضل يا استاذ خالد. جريدة الشروق نيوز. وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ خالد. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير يا فندم. جريدة بس ازي حضراتكم عاملين ايه اخباركم ايه تمام؟ الحمد لله بخير. اتفضل. استاذ اسلام استاذ احسان الجميل. حبيبي يا استاذ خالد. وحشني انا حبيت اعمل المداخله دي كده. انا حبيت ان انا بس اقول لك انت وحشني. وقدوم الجميل وحشني يا ادم عسل الله اكبر عليك. ده احنا اصحاب بقى على فكره جامد وانا واخد مش واخد بالي يا خالد. اوه ما تعرفنا اوه لا فكرني بس انت عارف الزهايمر عامل شغل بس. لا 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 اخبارك ايه؟ انا عايز بس اقول للساده المشاهدين كده ممكن بس حضرتك تسمعنا من التليفون وضوء التلفزيون يا فندم يا استاذ خالد. ما بيعصروش مع حد استاذ خالد لو سمحت ممكن توطي بس التلفزيون يا فندم تسمعنا من التليفون. انا وطيته خالص اهو. اتفضل. خالص والله موطيه اهو. ماشي اتفضل يا فندم. انا بس حبيت اشارك بس كده عشان الاستاذ احسان وحشني جدا. حبيبي. وبس اقول كده ان الاستاذ احسان حد من الناس المجامله والجدعه واللي بتقف جنب اصحابها وما تاثرش مع اي حد يعني. وراجل جدع مش هنقول اكتر من كده لان هو يعني دي صفه جميله فيه. انت بقى تفتكرني بقى استاذ احسان مش هقول لك بقى ولا ايه؟ لا فكرني يا استاذ خالد انت عارف الزهايمر عامل شغل معايا. استاذ خالد من شروق نيوز جبت شروق نيوز. حبيبي يا استاذ احسان حبيبي والله. حبيبي انا سعيد جدا ان انا سمعت صوتك. شروق نيوز معاك يا استاذ احسان. انا سعيد ان انا سمعت صوتك ونورت الحلقه اكتر ما هي منوره اولا بالساده المشاهدين وبالاخوه المذيعين. ويا ريت نتكلم بقى التليفون لو رقمي معاك نتكلم بعد الحلقه. حبيبي طبعا الرقم معايا. حبيبي انا هكلمك تليفون على حبيبي يا استاذ خالد. حبيبي شكرا لك يا استاذ خالد. اشكرك على سؤالك. ميرسي. اشكرك يا فندم. طب نرجع لموضوعنا. طبعا يمكن حاليا انا مش يعني ما بحبش اتطرق لكره القدم عشان خاطر فيها مشاكل كتير الفتره دي والانتماء وانت اهلاوي وانت زملكاوي والقصه دي لكن في مشاكل كتير حصلت. انا اهلاوي بس مش بحب الكوره. انت اهلاوي بس ما بتحبش الكوره ليه يا ادم؟ ليه ما بتحبش الكوره يا ادم؟ في اهلاوي ما بيحبش الكوره يا ادم؟ طب نرجع لموضوعنا. طبعا في مشاكل كتير حصلت هقول في يعني زي عك حصل ما بين بعض القامات هنا في النادي الاهلي وبعض القامات هناك في نادي الزمالك. حضرتك ردك ايه تقول لهم ايه يا جماعه عشان يهدوا التعصب الجماهيري بين الشباب حاليا؟ بص انت بتتكلم على اعرق ناديين في الشرق الاوسط. قلت الاهلي والزمالك دلوقتي ما ذكرتش حد تاني. تمام. طبعا نادي الاهلي هنقول بيمثله الكابتن محمود الخطيب. تمام. ونادي الزمالك طبعا بيمثله معالي المستشار مرتضى منصور.
انا من عشاق ان كان المستشار مرتضى منصور او الكابتن محمود الخطيب، مع ان انا يعني انا ماليش في الكوره يعني هو ادب رد على سؤالك قبل ما اتكلم، ومش من نوع المتابع يعني انت واخد بالك، يعني انا ايه اللي بيلعب حلو؟ الاهلي الزمالك يعني الاسماعيلي الاخبار بشكل عن المنتخب انت فاهم. بس طبعا يعني انا عارف ان الكابتن محمود الخطيب قيمه وقامه، معالي المستشار مرتضى منصور قيمه وقامه، ناس عمالقه الاثنين يعني اكيد طبعا. ويجب ان يذوب يعني الثليج ده لازم يجب ان يذوب فيما بين هؤلاء القامات، عشان التعصب ده يهدى شويه. لا ما هو التعصب، بص التعصب ده انا بقولها لاخواتنا اللي هو الجمهور يعني الاهلي نادي مصري والزمالك نادي مصري واي نادي على ارض مصر هو نادي مصري اكيد، فاحنا بنشجعه كلنا اكيد طبعا، ده اللي المفروض يحصل اكيد طبعا. نفرح واجي اقول لك بص احنا الفريق بتاعنا كسب ومش عارف ايه وبتاع، ده وضع تاني، احنا مع بعض في الشارع في القهوه بده ولكن في حدود الاحترام والادب في مربع معين تمام، لكن فيما غير ذلك لا. احنا بنشكرك جدا يا فندم. انا اللي بشكرك والله، انت جمعتني مع الساده المشاهدين الجمال والله انا سعيد جدا الحقيقه، بكرر يعني انا مش عارف اقول الصراحه بس انا سعيد جدا، كلنا سعداء بوجود حضرتك. وبنشكرك جدا يا فندم، ربنا يخليك، اللي نورنا نورتنا ونورتنا يا ادم بنشكر حضرتك جدا، بنشكرك يا ادم، بشكرك يا عبد المنعم، وبشكر كل الساده المشاهدين، ونشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جديده من برنامج فيستوك كل يوم اربع الساعه 10 مساء. وانا بقى بعديكم بشكرك وبشكر استاذ عبد المنعم. استاذ عبد المنعم، لا عبد المنعم، ها عبد المنعم غير حضرتك استاذ الكبير. وبشكر الساده المشاهدين كلهم، وبقول لهم اعزائي المشاهدين طبتم مساء، ولينا لقاء معاكم في فيستوك. تصبحوا على خير.